أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن المنيا هي أولى محافظات الجمهورية التي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وخلال إطلاق نيفين القباج حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بمركز العدوى، أكدت أن الوزارة تعتني ببناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن هناك أكثر من خدمة تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة، حيث تمت زيادة عدد مراكز التأهيل الخاصة بهم. بالوعي مصر بتتغير للأفضل، الخطة ان احنا نوصل لجميع المحافظات وبالتحديد للمراكز اللي فيها حياة كريمة لجميع القرى اللي موجودة. احنا بننزل بقوافل خدمة مش بس في التوعية. برنامج الوعي سيادة الرئيس أوصى بيه بشدة، لأن والحقيقة هو مكلفه جامد جدا، بس المسألة إن احنا بننزل بخدمات توعية زي صحة المرأة والصحة والاتنين كفاية وتمكين الأسرة ومشروعات وحضانات والزواج المبكر. كل رسالة بنقولها ومعانا الخدمة بتاعتها، معانا قوافل صحة إنجابية بناخد خدمات الناس اللي عايزة تنظيم أسرة، وبنركب وسائل في الميدان بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.